بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا شباب، معانا النهاردة 3 مواقع، موقعين لربح عملة الإثيريوم وموقع لربح عملة البيتكوين بالمجان. قبل ما نبدأ الشرح، اللي مشتركش معانا أو بيشوفنا لأول مرة يدوس على زر الاشتراك ويفعل الجرس حتى يصله كل جديد. طيب، قبل ما نبدأ الشرح في الموقع هنا، هنقول ان احنا بالامس كنا شرحنا الفيديو ده، سحبنا من خلاله 11420 ساتوشي، وقلنا ان انت بتعمل السحب ده 3 مرات في الموقع الاولاني والموقع الثاني اول ما توصل ل50000 ساتوشي، ما يعادل حوالي $10 او اكتر بشويه لو انت بتشتغل لوحدك، اما لو جات لك احالات هتقدر تسحب اكتر من كده. الموقع هنا بالامس تم ارسال المبلغ في الفجر، ما كملش 24 ساعه، في خلال 24 ساعة، وادي محفظة الفوست باي. المبلغ وصل عليها هنا، هنلاقي المبلغ بالمنظر ده كده ظاهر، اللي هو 11420. الموقع بيتسحب منه، ودي تاني سحب لينا فيه، وان شاء الله ارجعوا للفيديو السابق هتلاقوا الموقع، يا ريت تشتركوا فيه وتبدأ ان شاء الله تسحب منه. طيب، نرجع لموقعنا النهاردة. الموقع ده زي احنا قلنا، بتسجل وتحط الايميل بتاعك وتأكد مرة واتنين واللي هو الباسورد، وتبدأ تدخل تعمل تسجيل، هتجيلك رسالة على الإيميل بتاعك فعلها، يبقى أنت كده اشتركت في الموقع. طيب، نرجع للموقع بتاعنا. الموقع ده بتقدر تسحب منه 84 من عملة الساتوشي في المرة الواحدة أو أكتر من كده، ولكن هو غالبا 84 85، طبعا هي بتزيد وبتنقص على حسب سعر الإيثيريوم في الوقت ده. انت كل اللي بتعمله بعد ما بتسجل، بتبدأ تخش على حاجة اسمها تويتر، الرمز الترويجي الخاص بيك، بتضغط عليه، بتفتح الصفحة بتاعتك، طبعا بتبقى عامل له متابعة، تبدأ تاخد الرمز الترويجي اللي هنا الخاص، تمام، تعمل كده كوبي، وتبدأ ترجع للموقع تاني تحط الرمز الترويجي، تقول له اذهب، يمكنك لف مرة أخرى ده. طبعا أنت بتحط الرمز الترويجي، احنا المفروض كنا لفينا الأول وبعد كده حطينا الرمز الترويجي، تبدأ من خلاله تعمل رول. طبعا هنوضح المسألة ديت ليه دلوقتي. هنا خدنا 84، هنا الرقم 336 اعتقد اضافت على طول، لا اضافت على طول، ولكن احنا لو حطينا الرمز الترويجي بيبقى ليك لفة تانية. طبعا احنا استعجلنا في مسألة الرمز الترويجي، هنا بيبدأ يعد انت ليك لفة تانية كل ساعة، ولكن في امر تاني موجود هنا، حاجة اسمها رولز مجاني، لف مجاني بتعمله، بيقول لك خلال 24 ساعة ليك الروابط دي روابط مختصرة، انت مجرد ما بتضغط على الرابط بتعدي الرابط المختصر ويبقى ليك ان انت تعمل لفة تاني. طبعا هنوقف لغاية ما نعدي الرابط المختصر عشان بيبقى مبيطولش الفيديو شوية كده. بعد تخطي الرابط المختصر بتظهر لك الرسالة ديت، بيقول لك شكرا، يمكنك لف مرة أخرى. فأنت بتدخل هنا على الربح المجاني كده، هتلاقي إن في لفة ظهرت لك مرة تاني بتعملها، كده برضو اتحصلنا على 84، كده بقى 420. نفس الامر لو انت عملته في بقية الروابط اللي هي المختصرة ديت، ليك 7 روابط بتنفذهم مرة في اليوم. طبعا طريقة الانسحاب، حابين نعمل انسحاب، بيقول لي مفيش عمليات سحب، لو قلت له انسحب هنا بيقول لي الحد الادنى للانسحاب اللي هو 500000 ساتوشي من عملة الإثيريوم، طبعا بتدخل العنوان وتبدأ تعمل عليه انسحاب. ده بالنسبة للموقع الأولاني. طيب، الموقع التاني احنا بقالنا فترة شغالين عليه، طبعا عدد الساتوشي فيها بقى أقل شوية، ولكن موقع واثنين وثلاثة بتقدر تجمع منهم يوميا. هتبدأ تحط الايميل الباسورد وتبدأ تحط عنوان الإثيريوم، زي ما قلنا عنوان الإثيريوم هنا ممكن تحط براحتك اللي هي الباير أو مسألة الفوست بي، موقع الفوست بي.
بتبدأ بعد ما بتسجل بتجيلك رسالة برضو تأكيد وبتأكدها. هنبدأ نخش على الموقع نشوف طريقة العمل فيه. الموقع بسيط جدا، مجرد ما بتدخل عليه تعمل رول لكل ساعة. احنا معانا المبلغ دوت، بتقول اللفة بتاعتنا بيدي لك 200، حوالي 200 ساتوشي من العملة. نفس القصة، انت بتخش تظبط الملف الشخصي، بتحط العنوان بتاعك اللي انت هتسحب من خلاله، رابط الإحالة بتاعك بتجيبه وتبدأ تروج ليه، ليك سواء في الموقع اللي فات أو الموقع دوت، ليك 50% من رابط الإحالة بتاعك تبدأ تحصل منه. الموقع التالت اللي هنشرحه موقع الليتكوين، نفس الفكرة بالظبط. بتسجل الايميل وبتسجل الباسورد، تحط عنوان الليت كوين، نجيب محفظة الفوست بي او غيره. بتبدأ ندخل على الموقع، برضو نفس الامر، رول لكل ساعة. ادانا المبلغ ده 1629. طبعا هنا احنا وصلنا للحد الادنى للسحب، ولكن هننتظر لما نكمل اللي هو على الاقل مليون ساتوشي او من عملة الليتكوين، مليون لاتوشي، ونبدأ نسحب ان شاء الله. كده نكون احنا شرحنا الثلاث مواقع، وبنأكد تاني ان احنا ندخل على الفيديوهات. اللي معملش اشتراك يعمل اشتراك ويفعل الجرس. الموقع ده مهم جدا، هتقدر من خلاله باقل مجهود انك تجمع ال10 دولار دولار شهريا، الى جانب المواقع اللي احنا شرحناها، موقعين ايثيريوم وموقع ليتكوين. الموقع ده هتقدر تحول برضو من خلال مبلغ كويس في خلال الشهر، ان شاء الله توصل ل20 دولار بامر بسيط جدا. كده كده احنا بنفتح الكمبيوتر بنشتغل عليه، فما نضيعش الفرصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.